انه انا لو بفكر بتفكير مثلا السيد بيتزي، اعتبر كل المباراتين الباقيه كما لو كانت بطوله يعني. أكيد. انت المجموعه لازم. هذه حتى اللاعبين قالوا إيه يعني بعض الـ 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 الزملاء والاصدقاء لما يقول أي. لا يمكن حتكون فرصه للثالث يدخل، يعني احنا ما نفكر بالثالث، نفكر في صداره المجموعه. صحيح. ولهذا احنا نجتاز المباراتين القادمتين، وبالتالي حتكون فرصتنا ان شاء الله. وتاريخك يا بورشيت بتاريخ المنتخبات اللي معك في المجموعه فرق شاسع كبير جدا. ومعليش